ايه اسهل حاجة انك تعملها؟ انا فاتح الفيسبوك، واسهل حاجة اللي انا اعملها ان عندي وليكن عندي بوست، بوست زي ده اسهل حاجة هعمله لايك، تمام، واقوم عامل كومنت. دي اسهل حاجة على الفيسبوك، اللايك وكومنت. انا هديك موقع منافس لموقع الفيسبوك، مهمتك كلها اللي عليه انك هتضيف اصدقاء، هتعمل لايك، هتعمل كومنت، ومقابل ذلك هتكسب من 1 دولار الى 2 دولار يوميا. ما تيجي نشوف بعد الفاصل. اهلا بيكم في قناة اتش ام وين، قناتكم، ونتمنى طبعا ان انتم تستفيدوا. طبعا هنتكلم اليوم عن موقع، الموقع ده بيكون منافس لموقع الفيسبوك، ولكن موقع جديد وبيديكوا مقابل اللايك، مقابل الكومنت، مقابل الشير، مقابل انك تضيف اصدقاء، هيديك مجموعة من النقاط. هنشوف مع بعض كده لو حبينا نخش على الموقع بتاعنا. الموقع بتاعنا بنسميه الاسك دارس، وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. بالنسبة هنا للجزء هنا قال لك ان بالنسبة للقواعد انت عندك هتكسب 2 بوينت للكومنت، يعني كل كومنت تكسب 2 بوينت، هتكسب 15 بوينت لكل نيو بوست هتعمله، هتكسب 2 بوينت عملت رياكت، عملت لايك، اديت قلب مثلا، لايك او قلب او الحاجات دي كلها، عملت اي رياكت مثلا هيكون ب2، يبقى اي رياكت ب2، وهنقوله الموضوع الجديد بيكون ب15. طب انا هجيب انا موضوعات منين؟ افتح اي قناة يوتيوب وخد اي فيديوهات من اي قناة على اليوتيوب وحطها وانت قاعد، مش هتاخد منك وقت، حتى لو مش بتاعتك، حتى لو الفيديوهات مش بتاعتك. هتضيف اصدقاء، هتعمل، انت هتجمع. طبعا هنا بيقول لك ان انت ايه، بيقول لك ان ال 10000 نقطة دول هيديك 1 دولار. طيب شيء بيكون جميل جدا. والسحب اول ما توصل على البيبال بيكون حوالي 5 دولار، يبقى السحب هنا بيكون 5 دولار اول لما بتحصل عليهم بتسحبهم على البيبال. الموقع ده هنلاقي زي نفس نيو فيد، او موضوع جديد، عايز تحط البومات، عايز تسيف للبوستس الموجوده، عايز تعمل جروب جديد، عايز تعمل في ماركت زي فيسبوك اهو، لو انت حبيت تحط منتجات عايز. طيب في الجزء الاولاني ان هو شبيه الفيسبوك، انا لو حبيت احط موضوع جديد اتعامل معاك كانه فيسبوك بالظبط. هنا طبعا بكتب الموضوع بتاعي. طيب انا عندي كام نقطه؟ يعني انا في البدايه الاول، انا قبل ما احط الموضوع هنشوف احنا عندنا كام نقطه في البدايه. طبعا بديك موضوع جديده كلها بتجيلك، ولكن لو ضغطنا هنا ده نوتيفيكيشن عايز اعمل تيرن اوف مفيش مشكلة. انا معايا 257 نقطة، تمام. ده بالنسبة للنقاط، انا معايا 257، وتعالوا نحسبها مع بعض كده، يعني هنوصل لكام. طيب تعالوا هنا ونحط نيو فيدز، موضوع لينك جديد او نيو بوست، بوست جديد. وهنا هنتجه مثلا لأي قناة، يعني مش لازم ما تيجي تعمل بوست انت لازم بوستات خاصه بيك، لا اي بوست او اي قناه على اليوتيوب حط الفيديوهات بتاعتك. وليكن انا هحط فيديو زي الفيديو ده، هنعمله شير واقول له كوبي، وتعالوا نحط موضوع جديد. اي موضوع جديد، اي لينك جديد اهو، وهنيجي هنا نعتبر قلنا معانا 257 نقطه. لما نيجي نحط موضوع جديد هنا هنشوف هيحسب لنا قد ايه بالظبط، نقول له اوكي، تمام. يبقى انا هنا بدأ ان هو يحط لي خلاص، ادي يا سيدي الفيديو اشتغل معانا اهو، تمام. وهندي لايك لنفسنا، وتعالوا نشوف احنا بعنا قد ايه، يعني بعد ما عملت الحاجات دي كلها نعود تاني ونقوم عاملين ريفرش للصفحة. انا كان معانا 257 اصبح 274. ده علشان طبعا مشكلة الموقع ده فقط في الاعلانات، يعني انا باجي هنا عشان بس الاعلانات، هي بتفيدني في حاجه واحده فقط اللي احنا المواضيع الجديده، انا بعمل لها لايك اعجاب وابتدي ازود عدد النقاط بتاعتي. انا بعمل تيرن اوف نوتيفيكيشن ساوند بالنسبه للصوت، ممكن تلغي الصوت، تمام. ده بالنسبه للنوتيفيكيشن. لو انا حطيت موضوع تاني، لو انا جيت تاني هنا عادي مفيش ادنى مشكله، وجينا لاي فيديو على القناه بتاعتنا وليكن ناخد فيديو كمان، ناخد الفيديو ده ولو قلنا كوبي، ناخد كوبي وتعالى هنا على نيو فيد تغذية جديدة،
هو اليوتيوب بالظبط، وبعد كده هقول له شير، ونيجي بعد كده خلاص خلصنا عملنا شير ده بالنسبة للفيديو، ونيجي بعد كده نشوف عدد النقاط وصل لكم، هتلاقي 289 نقطة. ده طبعا بعد إضافة ال15 نقطة. ده بالنسبة للموقع ده، الموقع ده بيقول لك إن كل 10,000 نقطة هيديك 1 دولار. أنت ممكن تحصل 10,000 في خلال ساعتين أو ساعة ونص شغل في اليوم، أو أقل من كده لو أنت اشتغلت على فيديوهات يوتيوب بس كده طول ما أنت يعني كوبي بيست، على حسب شو على حسب وقتك يعني. ممكن ساعة لساعة ونص ممكن تحصل على 1 دولار كل يوم، والحقيقة لو عملت 30 دولار خلال 30 يوم بيكون شيء بيكون ممتاز جدا. في هنا جروب، لو انا دخلت على الجروبات الموجودة هنا هتلاقي في جروبات موجودة لو انا عايز كده، وفي اقتراحات للجروبات، دي جروبات موجودة كلها لو حبيت تعمل جوين عليها. لو انت عايز هنا في جوب، في وظائف، اعلانات للوظائف خاصة بالوظائف، عايز تحط الالبوم خاص بيك، عايز الماركت، تمام. هو الفيسبوك، وطبعا الموقع ده اعتقد ان هو باكستاني، تمام، ولكن صادق في موضوع الدفع ولسه جديد. ونتمنى الاستفادة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.